هلا وشلونكم؟ انا دا اسوي فلفل حارب حشي. اول شي بديت احط لحم بقر وغنم، حطيت بصل وثوم، حطيت معدنوس وكزبرة، وهم حطيت معجون قبل ما يرعد الهشي، بس مليح فلفل اسود والمندوزي، وحطيت هم شوية زيت وبديت اخبطها بايدي ويا تمن. سوري شوية صوتي هيجي، يعني شوية بي نشلة. اي ورا ما تخبطوها خلوا البابرز مالتكم تكون نظيفة، وشيلوا الهاي سيدز مالتها. وبالطاوة حطت دهن وبديت احشي بالفلفل. انا سويت 25 وحدة، هذول هواية حار، سو اذا ما يعجبكم حار لا تسووهم، اذا يعجبكم سووها. اول شي خليتهم يقلون، بعدين حطيت مي معجون ونفس الشي فلفل اسود ملح وشوية لمندوزي، بعدين خبخته زين وبديت احطه فوق الفلفل. خليته يستوي على النار حوالي 20 دقيقة الى 25 دقيقة، خليته يفور هيجي. ورا ما شفتوا لونهم قام يتغير معناته استوى مثل هيجي وجهز. هواية طيب، انا هواية عجبتني هاي، اول مرة اجرب عجبتني الفكرة. وحطت شوية ماي مال المرقة مالتها، وحطت شوية معدنوس لأن المنظر أحلى، وخلاص يمي شوف المنظر إيش قد حلو. هواية طيبة، هواية سهلة، ما يرادلها شي. إن شاء الله تجربوها وألف عافية.